السؤال برضه سهل وبسيط، احكي لي انه كتلة بتمشي من هون، تمشي بتمد زي هيك، هاي المسار مبين. حكي لي اترست، اترست يعني تي 1 تساوي 0، تي 1 تساوي 0. حكي لي الجهة اللي فريكشن، الجهة اللي فريكشن وما فيش قوة خارجية، يعني ما فيش بي، فيش 500 نيوتن، فيش كذا، ايش العاد؟ معناته تي 1 بلس في 1 نستعمل، تي 1 تساوي 0. طيب معناته نطبق القانون، T1 بلس V1 بساوي T2 بلس V2، T1 0 V1. ايه عند الوضع ايه، عند الوضع ايه، عند الوضع ايه، لو هون الديتم، اخذنا الديتم هون، قديش الجرافيتي؟ زيرو، لانه ام جي اتش ما طلعش لا طلع ولا نزل، فالجرافيتي زيرو، فبضل في الاستيك. الفي الاستيك شو بتساوي؟ نص كي اكس تربيع، نص كي اكس تربيع، اعطاني الزوم برك معامله 525، واكس مجهوله، هو شو طالب اصلا؟ طالب ديفليكشن، يعني طالب اكس، خليها مجهوله. طيب شو بدها تساوي؟ هذا الشيء شو تساوي؟ تي 2 طالب نص ام في تربيع، هاي في مجهول ثاني، زائد في 2، الفي 2، في 2 لو فرضنا احنا اخذنا الوضع هون، الوضع الثاني زي ما هم حلينه، انه الوضع هون وهون هن اللي شاملين كل شيء، هاي في هون، ايه هون الديتم، فطلع الجسم 0.6 زائد 0.6 اللي هو الخطر الدائرة كامل 1.2. في زنبرك؟ لا بطل، الجسم مش مربوط بزنبرك. فايش صار عندي؟ 1.2 في ام جي موجب، هاي 1.2 في ام جي. طيب شو صف عندي مجهول؟ عندي الاكس مطلوب وفي مطلوب. طب كيف اطلع الفي؟ طب احنا بنعرف انه لو مسكنا عندي راح يكون في له تسارعين، تسارع تانجنت ونورمال. احنا بناخذ النورمال، يعني هون في عندي قوة وزن، وفي عندي هون تسارع مركزي اتجاه المركز. ايه ام جي تساوي ام في تربيع على رو، قانون بالسكند اوف بالفيرست، ام تروح في تربيع مباشر، ما وصلنا هاي رو في جي 9.81 ضرب 0.6، حطها هون، صفى معي اكس مجهول بس. اي حل طلع اول شيء هو التسارع. انا بالعاده بحبش اني اكون حافظ هكذا، كون بطلع بحل وبشوف شو المجاهيل، بصير افكر كيف اجيب المجاهيل. طيب هو عمل لي وزن كذا، طلع لي السرعه، بعدين الفي الاستيك بالوضع الاولاني زي ما حكيت نص كي اكس تربيع، الاكس بده اياها، بعدين الفي جرافيتي زيرو لانه حكى لي شو اسمه، هيو في جرافيتي زيرو، هيا في جرافيتي زيرو لانه الداتم هاي الشكل، اذا هذا الداتم ففيش ارتفاع. بعدين دبليو واي يوزنج في تربيع اللي احنا طلعناها، طلب ام، بعد نطبق القانون طلع اكس بس. هاي فكرة السؤال يعني سهل وبسيط، ومتوقع يعني ممكن دكتور يجيبه، يعني لانه في فكرة من شابتر 12 وشو اسمه في هالوضع.